بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. هكذا ينطلق هذا الشوط الذي يحمل بطياته أيضا الإبكار للأخوة السودانيين، وقدم أيضا مبلغ عبارة عن 1000 درهم للأخوة السودانيين من محمد بن عبيد محروس بذيبان العامري للأخوة السودانيين. هكذا ينطلق هذا الشوط متابعين الأعزاء. هناك الصدارة الأولى مشاهدين الأعزاء مع أيضا الهبيبة أيضا البخاري البخاري ودشعين هنا يتقدم لنا الهبيبة من خلال هذا الانطلاق متابعينا الكرام. بينما المركز الثاني ضجة للسيد أحمد السوداني، بينما المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات من الجنوبية وراعي الطليلي السوداني يتقدم مع الجنوبية، بينما الوصول القدوم في هذه اللحظات من هملولة وبعولي أحمد موسى يتقدم في هذه اللحظات. وهناك مشاهدين الأعزاء يتقدم متابعين الكرام أيضا أحد الأسماء الرائعة والجميلة والتدخلات من الشعارات الأسماء أيضا الرائعة والجميلة. هناك هملولة أبو علي أحمد موسى، ولكن الصدارة مع ضجة، الصدارة مع ضجة. وهناك الوصول القدوم قدمنا يا أبو الصديق لنرى الأسماء القادمة الهاجمة في هذه اللحظات. الله 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 الله، الجنوبية راحت وانطلقت بهذا الأداء رائع وجميل، والهوى جنوبي، الجنوبية راعي الطليلي السوداني هنا يقدم لنا هذا الاندفاع الرائع والجميل. تحمل الرقم 1 وتنطلق مع الصدارة الأولى راعي الطليلي السوداني مع الجنوبية. سلام الجنوبية سلام، تهانينا وناموس. ولحظة الوصول المركز الثاني القدوم من ضجة لسيد أحمد السوداني، المركز الثالث هملولة لأيضا أبو علي أحمد موسى أيضا السوداني، قدم هملولة على ثالث الأسماء. تهانينا والناموس إذا متابعي كرام لمالك الجنوبي راعي الطليلي السوداني ما قدم لنا الجنوبية. التوقيت الزمني 2:12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.